أسأل الله لي ولكم الثبات حتى الممات. والله إننا في فتن في هذا الزمن ما ندري، فتن من جميع الجهات من حيث الأشكال والأنواع، ولكن ما على المسلم إلا أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا يأمن أحد على نفسه، لا يأمن أحد على نفسه، تعلق بالله، أكثر من دعاء الله، التجئ إلى الله. وما هو الوصول؟ عليك بقراءة كتاب الله عز وجل. والله إنها لجمرة على القلب يا إخوان، يعني لا يقرأ القرآن عند كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. المدارس لما يقرأ فيها القرآن أخطاء في قراءة القرآن، تقويم اللسان، اللسان لا يأتي بالقرآن بحروفه، فما ظنكم إذا ضيعت حدوده؟ لابد أن نرجع إلى الله. يا أخي أتبخل على نفسك؟ بالخير أن تقرأ ما تيسر في كل يوم، لا يفتر قلبك ولا تفتر أنامل أصابعك من فتح هذا الجوال على وسيلة من هذه الوسائل، ولا يمكن أن يمر يوم إلا أن تفتحه. والمصحف فيه، والمصحف فيه، والله إنها من أعظم الحجج. إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل، فلنتنبه، نعد إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علما وعملا وخشية وتقى، وأن يثبتنا على ذلك.